الحاجة التانية عايزين نقدم الفراخ اللي هي المسالة الهندية اللي أنا برضو واخدة فرخة كاملة برازيلي خلتها بصوا عشان أقول لكم إنه بتقدروا تعملوا منها كمان البانيه وتخلوها. الصدور والوراك خليناهم وقطعناهم كيوبس عشان نعمل الوصفة، وبالتالي تقدروا تدخلوهم في أي طبخة. هنعمل الرز هنا، تعالوا أنقل هناك البوتاجاز سخن عشان نكسب الوقت. ده برد شوية لسه، بس انا لسه ملسوعه من الفرن بحلقه الثلاثه اللي فات، لسعه وحشه قوي وبتقعد ايه، بتقعد شهر معايا، فقلت بلاش المره دي برضو نتلسع. هنحط زيت لورو، تقدروا في زيت لورو بالطبخ تستخدموا عباد الشمس، ده الذره او الكانولا او عباد الشمس. قلنا بس بالديب فراينج بالقلي العميق بنستخدم كانولا وعباد الشمس ونتجنب الذره، لانه درجه احتراق الذره زيت الذرة بتبقى واطية، يعني بتحرق بسرعة أسرع من الكانولا وعباد شمس، بيستحملوا حرارة أعلى لفترة أطول. هناخد الرز، أنا النهاردة بما إنه الأكل هندي هناخد رز بسمتي مغسول ومنقوع 10 دقايق بس، نحطه على الزيت كفاية الكمية دي، تقليبة بسيطة ما نقلبش البسمتي كتير وهو ني بيتكسر. رشة الملح نملحه كويس ونقلب بس كده تقليبه بسيطه، سامعين بس يبتدي نسمع صوت كده بس، وبعدين نحط الميه. هاتوا ازود باقي الكميه عشان احنا هنعمل كميه حلوه من المسالة تشيكن. المسالة تشيكن من اشهى الوصفات اللي بتطلب مني دايما في العزومات، وبتاكل جنبها عيش المقلي اللي عملناه الشباتي، شايفينه اهو قدامنا لو مخرجنا يجيبه لنا، عيش مقلي يجنن عشان تتغمس. من الاكلات اللي حلوه مع الرز وحلوه تغميس. ميه مغليه، من اسرار تسويه الرز السريعه كمان الميه المغليه زي سلق الفراخ، ميه مغليه. بنزود الميه شويه على الرز البسمتي ونسيبه يغلي غلوتين ثلاثه كده، بعدين هنوطي النار، واعتقد هنعمل كده بالفاصل يا كنترول لانه وقتنا للفاصل ازف صح. طب يلا نطلع فاصل ونرجع كده، دخلنا الطاجن الفرن هنبتدي نسوي الرز، وبراحتنا دلوقتي نعمل مع بعض الفريك ونعمل المسالة تشيكن ونعمل كل الوصفات اللي قلتها لكم. استنونا. بصوا الرز البسمتي نسيب فيه ميه كتير، يعني لسه فيه ميه، وبصوا اصلا ابتدى يتضاعف في الحجم اوريدي بس لسه فيه ميه اهو. هنا بالمرحله دي ناخد ورقه زبده كده نحطها هنا وبنوطي الحراره وبنغطيه بس كده، وشوفوا ازاي هيستوي بيرفكت تمام. طيب تعالوا نعمل دلوقتي الفراخ، نتبل الاثنين اللي بعظم لل طاجن الفريك المعمر واللي هي مخليه علشان نعمل التشيكن مسالة. انا بعمل دايما بتشيكن مسالة خطوه بتعوض غياب فرن التندوري اللي عاده هما بيشوا الفراخ الاول فبتطلع طعم التدخين فيها. بدخلها تحت الشوايه بالفرن تاخد كده تحميره سريعه، مش تستوي تماما بس تاخد لسعه، عايزه ألسعها كده لسعه خفيفه، بتكمل سواها جوه الصوص اللي هنحضره، وكمان بترمي طعم التدخين اللي حصلنا عليه من الفرن. من الحاجات اللي جربوا اعملوها بتفرق قوي، يعني لو شوحتوا دي في الطاسه لوحدها كده وكملتوا الخطوات ممكن دوقوا الثانيه هتلاقوا فرق كبير جدا. نعمل ايه؟ تعالوا هناخد ثوم وجنزبيل، ما انه بنقول اكل هندي، معجون الثوم والجنزبيل ده اللي احنا عملناه انقاذ، حطينا ثوم وجنزبيل في الكبه مع زيت وشويه ملح، على طول في اي وصفه بطلع وبستخدمه. ثوم وجنزبيل بنحط لهم خلطه من البهارات الهنديه، اول حاجه الكاري طبعا، بس انا ما بحطش بالمعلقه بس الكاري اكتر حاجه بنحطها. الكركم بيدي لون ومفيد جدا. عندنا البابريكا، تدخل في مطابخ كتير البابريكا. عندنا شطه اكل هندي حسب الرغبه،
عندنا كمون وعندنا كزبرة ناشفة، يعني كل البهارات اللي في المطبخ تتخلط خلطة تاخد لنا النكهة المطبخ هندي عن طريق إضافة كمان الحبهان. عندنا إيه تاني؟ رشة القرفة بتبقى أقلهم. القرفة عندي بهارات مشكلة وقرفة، هنحط قرفة أقل حاجة القرفة. دلوقتي هنحط لهم زبادي وليمون، هاتوا نشيل دول على جنب. هنحط زيت، أي زيت من زيوت لورو، وبنحط شوية عصير ليمون والزبادي، ولو قعدوا بالخلطة دي بتطرى الفراخ بزيادة كمان أهو. طبعا هنحط ملح عشان الفراخ تاخد طعم حلو وتتبل كويس، ونخلط الخليط ده. شايفين بيدي الفراخ اصلا لون رائع. لو يعني مخططين تعملوا الاكله دي من بدري انقعوها بالليل، بالخلطه دي بتطلع خطيره. هناخد الفراخ، احنا قلنا خلين الوراك والصدور تدينا تو تكستشرز كده مختلفين، ناخدهم كده. وزي ما قلنا صدقوني لما بتقعد في التتبيله دي بتبقى خطيره. نخلطهم. الزبادي من الحاجات التندرايزرز، يعني ايه؟ مطريات اللحوم، يعني من الحاجات التتبيلات فيها. بتساعد التتبيله تدخل جوه اللحمه او الفراخ او السمك، وبنفس الوقت في ناس تستغرب موضوع السمك، السمك مش عدو الالبان يا جماعه، عادي السمك ممكن يتحط معاه بدليل انه احنا بنعمل كريمي سي فود باستا. طيب شبكه الفرن على صينيه الفرن عشان هتنزل سوائل، بناخد الفراخ كده وبنحطها عليها من غير ما نوقعها، والشوايه شغاله على اعلى حراره، وهنحطها اقرب حاجه للشوايه، قلنا عايزين بس تاخد تحميره كده. بنوزعها، متوقعيش بقى، غالبا اللي بتقع هي قطع الوراك عشان تبقى ارفع كده من الصدور. هاتوا نوزعهم الى تحت الشوايه، وما تنسوش احنا مش بنسويها، هتطلع تكمل سواها في الصوص. الصوص النهارده بنستخدم صلصه طماطم مع طبعا ثوم وجنزبيل ونفس خلطه البهارات اللي حطينا فيها تتبيله الفراخ، وبتاخد كريمه او جوز الهند، بس هي اكتر بالكريمه. ممكن نطلق عليها باتر تشيكن كمان، مش بس فراخ مساله. بنخلط بالاخر مكعب زبده كده بنحطه على الوش. بس بحس مع الكريمه ما فيش داعي للزبده، خلاص احنا شوحناها بالزيت، شويناها بالفرن، شويه زيت وشوي بالفرن نقلل شويه الدهون. وشفتوا الرز بسمتي بيكون خفيف ومسلوق تقريبا، شويه زيت برضو. خلاص كده هتنشيل الجلوفز. يلا هنروح على الفرن الناحيه الثانيه هنا، ناخد دي كده. وعايزه اقول لكم ان الصينيه اللي تحت بتحافظ لي على الإدام اللي هينزل من الفراخ اللي بستخدمه برضو على أعلى حرارة. شايفين تحت الشواية وعلى أعلى حرارة، خليها تتحمر وتطلع نكمل الوصفة. تعالوا نتبل الفراخ التانية اللي هي هنقدمها جنب الفريك، اللي تتقدم جنب أي حاجة تتبيلة تنفع لحاجات كتير. هنجيب الصينية، بصوا هي دي، حطيناها بالفرن كانها متحمره على فكره في الزيت. يعني انا بحاول اتجنب تحمير الفراخ بعد ما، يعني في ناس بعد الفرن حتى بيحمروها بالزيت، هي بالفرن مع شويه زيت هتتحمر وتاخد لون حلو، ومش محتاجين ابدا انه نزود دهون، مش في مكانها. الدهون مفيده، بالذات انه احنا هنا بنستخدم زيت لورو مدعم بفيتامين الف ودال، والزبده مفيده والسمنه مفيده بمكانها وبمقدار. طيب هنحط لها ايه؟ عندي برضو هنا طبق نعمل لها تتبيله كده تنفع زي ما قلت لكم مع اي حاجه. هنحط زيت، هاتوا نجيب طبق، خلينا ناخد فليكن زيت كانولا، شويه زيت عشان نعمل بيست معجون، وهنحط معاه شويه ثوم مهروس مع جنزبيل، لو ما فيش جنزبيل الثوم المهروس، انا عارفه هو متوفر اكتر في البيوت. وهناخد شوية بابريكا والبهار المشكل، بابريكا بتديها لون حلو قوي للفراخ، البهار المشكل اللي فيه الفلفل الاسود وجوز الطيب والقرفة، بيبقى فيه ساعات كبابة صيني، وطبعا ملح
وجربوا حطوا ليمون، الليمون بيقضي على اي زفاره. ملح وعصير الليمون. بنخلط المعجون ده اهو، شايفين لونه بيدي الفراخ لون حلو. ناخد الفراخ اللي هندخلها الفرن، نحطها الصينيه، وانا ما بغطيش الفراخ بالفرن. تغطيه الفراخ بالفرن اذا احنا عايزينها مشويه، التغطيه بتادي انه البخار هتنزل ميه ويبتدي البخار يطلع، يلاقي الفويل يبتدي يعمل عمليه زي السلق، سلق الفراخ. احنا عايزينها روستد مشويه، فبنعمل ايه؟ بنسيبها على حراره متوسطه لعاليه لفتره اطول بس. ندعكها كويس، وبرده ممكن تسيبوها بالتتبيله شويه. ومن اشهى وابسط الخلطات اللي بتليق على كل حاجه. طيب احنا جاهزين برده نطلع فاصل، لما نرجع هتكون ان شاء الله الفراخ ابتدت تتحمر، ونبتدي نعمل برده الفريك اللي شفتوه دخل الفرن. ممكن نبص عليه مع بعض، تقريبا استوى. بصوا ابتدت القشطه تاخد تحميره، شايفين؟ خلوه كمان يتحمر اكتر. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي وصفاتنا. بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم فلفله الرز البسمتي. مش عارفه ليه هو معضله عند الناس، مع انه هو اسهل رز في يعني في التسويه، مجرد ميته بتبقى اكتر. وبصوا ما شاء الله بقت الحبايه قد ايه، زي الفل. خلاص طفينا النار عليه، ادي الرز خلص، نطفي هنا. الفراخ تبلناها قلنا هتدخل الفرن. تعالوا نبص على الفراخ الثانيه اللي بتاخد التحميره، نقرب كده. بصوا لونها خد التشميعة، ممكن نسيبها كمان شوية تكمل تاخد بقى الحرقة دي أكتر شوية. خليها جوه. نبص على الرز المعمر. النهاردة استوديو عامر ما شاء الله، الأفران كلها مليانة. طيب أنا عايزة بس إيه، أعلي الصينية تاخد لون أكتر. نرفعها لفوق هنا، لانه خلوا بالكم في ناس بتغلط انه بتطلعها لما تنشف السوائل، بيعتقد انه كده خلاص. هي لما تطلع كل السوائل دي فيها دهون وفيها كريمه، هتقفش يعني هتنشف خالص لو هي ناشفه في الفرن، تطلع فيها شويه سوائل عشان يبقى فيها شويه كده صوص حلو. طيب تعالوا نبتدي بالمساله. خلاص الفراخ في الفرن، دي نفس الخلطه، خلطت نفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ عشان نتبلها مع الزبادي. هنا عندي حله سخنه جدا، هناخد زيت الذره من لورو، وهنحمر بصل. احنا لسه ما حطيناش بصل، التريو الشهير بصل ثوم جنزبيل، فعندنا ثوم وجنزبيل، هنرجع نضيف هنا كمان. بس هناخد بصله، بحب ترميله البصله في الاكله دي، حلوه تبقى مرمله، عشان كده بعملها ناعمه. نقلب ونحط لها برده ثوم وجنزبيل. ما كترتش عشان احنا اوريدي حطينا مع الفراخ. وبنحط البهارات دلوقتي تاخد تحميره مع الزيت عشان ترجع لها كده الحياه. ولو بتحبوا اكلكم حراق، انا الهندي سبايست، او ممكن سبايست مبهر، سبايسي ممكن يبقى حراق، فممكن نحط فلفل حراق نشوحه دلوقتي، ونحط البهارات، نحط كميه حلوه من البهارات، ونسيب شوية عشان نتبل الخضار. حلو قوي الخضار جنبها. أنا لاحظت النهاردة ما فيش خضار خالص جنب الأكل، فقلت لازم ندخل الخضار لأنها عنصر مهم في الغذاء، دايما لازم يبقى متوازنة.
نعلي الحرارة. شايفين هنا الريحة اختلفت، ريحة البهارات وهي بره في الطبق حاجة، ولما تعرضت للحرارة والزيت حاجة تانية خالص طبعا، واختلطت مع الثوم والجنزبيل. هناخد شوية مية عشان نعمل دي جليزنج، ناخد صوص حل، شوية مية كده. شايفين الصوص لونه حلو ازاي، عشان بعد كده نضيف عصير الطماطم. من الحاجات القليلة استخدامها في المطبخ الهندي، يعني مش زي مطابخ تانية زينا يا خانات بالطماطم، بس بتدخل مع كريمة وكريمة جوز الهند. فمنحط عصير طماطم ومنحط كريمة، احنا لسه ما ملحناش. بصوا لون الصوص، نقلب ولما يغلي بيغمق لونه أكتر، وطبعا لون الكركم ولون البهارات. ده محتاج دلوقتي الملح، ومحتاج يغلي شوية علشان تسبيكة البهارات مع الصوص تطلع مظبوطة. لحد ما الفراخ تبقى استوت تبقى الأكلة خلصت. نطلع الفراخ نحطها هنا تغلي غلوة وتبقى خلصت. تعالوا مع بعض نعمل الفريك لحد ما ده يغلي، ممكن نغطيه نص تغطية كده. ممكن نبص برضو على الفرن عشان نطمن انه بيستوي كويس. بيرفكت. شايفين السوائل اللي تحت دي، سامعين صوتها؟ ده هنحطه على الباتر تشيكن، ده مش هنضيعه، ده تتبيلة الفراخ والمية اللي نازلة من سوى الفراخ هتدي طعم هنا ما ضيعش اي نكهة، كل ده بيعزز النكهات. تعالوا نحط الفريك على النار. الفريك بنغسله وبننقعه، ودي من الحاجات اللي بتسهل جدا سوى. هنا زيت، انا خايفه الفريك اللي جوه الفرن يتحرق، بقالي كتير ما اديتش الكنترول اي لقطه، بحبوا هم اللقطات دي. لا خلاص كويس، طلعوا بعد الفاصل. طيب هنحط هنا بصله متقطعه خشن شويه، بحب البصله تبان في الفريك، فريك يحب البصل، مع انه بيقولوا ما بحب الشريك، لا بس شريكه البصل. نحط البصله، هوطي الحراره الحله عايزاه ياخد لون بني. ندي بقى للبصله الملح والفلفل والبهارات. ملح، انت عارفين لما نحط الملح على البصل بنقلل احتراقه، يعني ايه بهارات مشكله وفلفل. ليه بقى؟ لانه الملح بيخلي، يا كنترول بيقولوا لي معلومه جديده، بيخلي البصل ينزل الميه. بالظبط، لما تنزل الميه مع الزيت او مع الدهون بتقلل الاحتراق. فاللي عايز يحمر بصل عايز لون بني ما يحطش الملح في الاول. هنحط دلوقتي بهارات مشكله، هي دي النكهة الوحيدة مع الفلفل الأسود والملح، ومكعب المرقة لو مفيش شوربة. فلفل أسود، نديله تقليبة. شايفين ما خدش، مع إنه الحرارة عالية ما خدش لون لأنه الملح نزل المية. نحط ده الفريك، شايفين مغسول ونضيف إزاي؟ بغسله كويس وبنقعه بمية لو مستعجلة مغلية، وبنحط الفريك فوق البصله. طبعا هنحتاج نظبط الملح، بس لو هنحط مرقه بعد ما نحط مكعبات المرقه او المرقه، عاده بنبقى ملاحين المرقه. هنسويه اتفقنا على النار ثلاث ارباع سوا عشان يكمل، بس مع الكريمه بالاخر بحطها. اديله تقليبه كده ونحط مكعب مرقه ونحط الميه، نغطيه كله بالميه، الفريك بيشرب ميه. فمنغطيه كله كده ومنسيبه يغلي، هيشرب الميه ويبتدي يدخل في السوى. نوطي النار، وبعدين زي ما شفتوه باول الحلقه ضفنا الكريمه وحطينا على الوش قشطه ودخلناه الفرن. انا قبل ما نطلع فاصل عايزه احط الفراخ دي هنا علشان تاخد وقتها في الفاصل في السوى. قلنا الفراخ اتحمرت بس ما استوتش لسه، وقلنا انه الفراخ ما بتتاكلش مش مطبوخه تماما، مش زي اللحمه اللي ممكن الستيك يبقى نص سوى الى اخره. فتعالوا ناخد الفراخ، خلوني اشيل ده. شايفين التحميره الحلوه دي؟ تجنن. ناخد ده كده، معلش يا كنترول حاسه اذنكم، نحط الفراخ كلها هنا وبعدين نطلع الفاصل. هننزل الفراخ، طبعا هي استوت ثلاث ارباع سوا، هي يا دوبك غلوه او غلوتين مع الصوص تسبيكه. في واحده خرجت عن القطيع، حالا هندخلها القطعه دي.
وننزل دول من هنا. وصدقوني فرق كبير ما بين انه مجرد نشوحها في الاول وانه نحطها في الفرن وناخد التحمير الحلو. هل المرقه دي اللي نزلت في الطاسه في الصينيه سوري هنسيبها وانا بحطها؟ هنطلع فاصل عشان انا خدت وقت من كنترول زياده. معلش يا كنترول، لازم نعمل الطبخه صح. بصوا بنعمل ايه، هناخد ده كده، كل النكهات دي ما تضيعوهاش. طيب انا محتاجه انضف بقى واغطي الحله وتبتدي تغلي، فنطلع فاصل ونرجع نغرف ونعمل كمان السلطه، ولو لقينا وقت ممكن انا مجهزه شويه عجينه نقليهم مع بعض. استنوا. طلعنا طاجن الفريك من الفرن وحطينا الفراخ المتحمره عليه، بصوا لونها وحلاوته من غير ما تتغطى ولا اي حاجه. خدت تقريبا لانه متقطعه صغير، دي 8 قطع، دي فرخه واحده عملت لنا 8 قطع، وخدت اجنحه من الفرخه اللي خليناها عشان نعمل الباتر تشيكن اللي خلاص بصوا ما شاء الله استوى، بصوا حلاوته. والفراخ لانها استوت على مرحلتين هتبقى دايبه. طيب تعالوا نغرف الرز ونبتدي نغرف مع بعض. بصوا الرز، بصوا الرز البسمتي. لكل حد بيقول لي الرز البسمتي صعب في التسويه، والله اسهل حاجه. هل هو ما بيتخنش زي الرز المصري؟ يعني نسبه النشا فيه سنه اقل، بس يعني مش للدرجه يعني اللي الناس متخيلها. ده حتى الرز البني بيتخن بس مفيد. لازم المعلومات دي على فكره انتوا بتاخدوها من السوشيال ميديا صح؟ من بوست، هل هو من دكتور، هل هو من حد، انتوا اي حد يعني. لسه شايفين، هقول لكم حاجه، شفنا بوست واحد لابس بلطو، سريعا افتكرتها دلوقتي، لابس بلطو وحاطط السماعه وابتدى يتكلم بمعلومات، وانا اتشديت للي بيقوله. مفيش، اول ما اتشديت قال طبعا انتوا خدتوا كلامي ثقه عشان انا دكتور. قام قالع البلطو، قال لك انا اصلا مش دكتور. العامل البصري والافكت والثقه في الكلام هو اصلا مش دكتور، هو ملوش دعوه بالطب، بس طلع قال معلومات لو انا كنت صدقت وطبقتها من كل 10 ممكن 5 يصدقوا و5 لا. فدايما المصدر هنا، لما اديكم وصفه بقول لكم الاطفال اقول لكم ارجعوا للدكتور، دي تنفع لمرض السكر نرجع للدكتور. مش السورس بتاعنا هو السوشيال ميديا، السوشيال ميديا السوشيال نتعلم حاجات بس دايما نرجع لتجربتنا الشخصيه لناس ذوي الاختصاص. تعالوا نغرف دلوقتي وده هدف الحلقة، مش مجرد الفراخ، مجرد انه نتكلم على فكرة النقل العمياني وتصديق كل حاجة. ولا وبندخل ونكتب كومنتس بقى يعني وكأنه جربنا فعلا. نحط الفراخ ده بقى صوص يتغمس. العيش الشباتي المقلي ده عملناه الأسبوع اللي فات. أنا ممكن أطلب من كنترول حاجة، كنترول ممكن نرجع نحطه على صفحتنا على الفيسبوك يعني بالويكند نفكرهم بالوصفة ننزلها. صفحتنا على الفيسبوك مي شو تي في، فيها كل الوصفات بتنزل بعد الحلقة. زي ما قلت لكم التحميرة، شايفين اللون ده طعم مش لون بس، وبتضيع أي زفارة. أنا أعرف ناس بشكل عام مثلا ما بتاكلش فراخ بغض النظر عن مصدرها، علشان أعتقد لما دقوها أو كان عندهم اكسبيرينس تجربة بطبخها مش حلوة، ف يعني خلاص بيقولوا قفلوا منها. لا، ارجعوا دوقوا الفراخ بوصفات صح. هاتوا نحط هنا فلفل احمر عندنا هنا وعندنا الرز. وتعالوا هنا، عارفين هي ايه الخلطه دي؟ نفس البهارات اللي حطيتها على الفراخ اللي هي الهنديه، حطيت عليها شويه زيت وملح ودعكت شويه خضار، سنه ميه دي بنغطيها شويه بس عشان تستوي، وبعدين بنفتح بنشيل الغطا وبنقدمها اهي جنب الخضار، عشان مفيش اي خضار على السفره غير السلطه اللي بنحضرها مع بعض دلوقتي. من ايه؟ فلفل حراق وخيار وطماطم وبصل احمر وكزبره. هنحط لها ليمون وملح
وشويه زيت. في الهند ما بيحطوش زيت زيتون، بيستخدموا الزيوت النباتيه اللي هي ذره او عباد الشمس. اعتقد ما فيش الزيتون وزيت الزيتون خالص في المطبخ الهندي. واكلتنا النهارده هنديه، نقلب. دي من احلى الحاجات اللي بتدي كده بالانس وانتوا بتاكلوا الصوص. بيبقى الصوص حامي شويه، مش حراق بس يعني تقيل، والرز خفيف، والسلطه دي جنبه بتطلع خطيره. البصل الاحمر فيها مميز، لانه لما بنيجي نعمل سلطات ببصل يا اما الاخضر الفريش يا اما الاحمر، بلاش الابيض في السلطه، هو الاحمر للسلطات. هناخد طبق، دايما نقدم الاكل بشكل حلو يا جماعه. نقدم السلطة الشهية، الكزبرة بتليق معاها مش البقدونس، مفيش برضو بقدونس في المطبخ الهندي. نحط طبق السلطة كده ونشوف السفرة اللي عملناها. المسالة بتتاكل مع الرز، بتتاكل مع السلطة. تعالوا نغرف طبق. أنا بقالي كتير ما عملتش فقرة تعذيب، بقول لكم بخفف، بس أنا الأكلة دي ما بقاومهاش، فهاخد هنا من غير ما أبوظ الأطباق شوية رز. ناخد صوص، صوص وحلاوته عشان نغمس، وهاخد شويه من السلطه ونغمس. ايه رايكم؟ هيا بنا كلنا الكنترول. لا احنا بعد بقى الحلقه نظبط الطبق. تعالوا ناخد رغيف، هاتوا ده، بصوا بصوا الوصفه، بصوا العيش وحلاوته، مش شارب زيت خالص. بصوا نغمس بقى مع السلطة كده. تفضل من أحلى الوصفات ندوق الفراخ. بصوا الفراخ طرية ازاي. تبقى الأكلة دي عندي من أكتر الوصفات. بصوا ببوظ دايت عشانها. جربوها يا جماعة، جربوها وادعوا لي، ما تنسوش. وما تنسوش انه دايما تكونوا عندكم علامات الاستفهام على كل حاجة. Be your own judge. اتعلمنا كلنا ما نبقاش قطيع، اتعلمنا انه نشوف الحاجة ونعقل. لما اشوف بوست متكرر في كل مكان عن شخصية واحدة، اكيد في قصد انه الشخصية دي، سموها assassination للشخصية. لما اشوف حد بيهاجم على العمياني، اعقل وتوكل في كل حاجة. حلقتنا هتتعاد الساعة 3 العصر على القاهرة وناس 2، و6 المغرب على القاهرة وناس 1، ودايما حلقتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. بحبكم جدا، وهنفضل مع بعض نبض الشارع، ومع بعض مكملين بأحلى الأكلات وقلب البيت اللي هو المطبخ من ميسر. باي.